وللمزيد حول تصريحات الرئيس السيسي اليوم معنا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء بعد التحية، يعني أهم الرسائل التي يمكن أن نستخلصها مما شهدناه اليوم من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس. اسمح لي في البداية لأقول مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين إن الفرقة الرابعة اللي هو النهاردة تم تفتيش الحرب عليها، وده كان مخطط مسبقا في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 50 لحرب أكتوبر، وإن تواكب مع هذه الأحداث. فالفرقة الرابعة المدرعة هي إحدى ركائز الجيش الثالث الميداني وقوته الضاربة، وتمتلك العديد من الخبرات والقدرات، وشاركت في معظم الحروب من حرب من 1956 وحتى حرب اكتوبر 73 وما بعد ذلك داخل وخارج مصر. نعم. هذه نقطة هامة جدا أحب أن أوجه النظر إليها. بداية أن برضو حاجة مهمة جدا حبيت النهاردة أقول برضو أو أركز عليها، أن قائد طابور العرض أو قائد التفتيش الحرب قائد الفرقة وهو بيقدم في النهاية خالص قال تمام يا فندم الفرقة جاهزة لتنفيذ أي مهام وبروح معنوية عليه، وده شيء مهم جدا في إطار الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمة قتالية أو غير قتالية وبروح معنوية عليه. فدي الحقيقة سمة مهمة جدا وقوية جدا. تفتيش الحرب بصفة عامة يعني هو بيؤكد على جاهزية القوات لتنفيذ أي مهام وفي أي مكان، ويمكن أن أنتقل ويمكن أن ينفذ فورا لو أخذ أي أمر من السادة القادة الموجودين والمسؤولين. ده في البداية الحقيقة. أما بالنسبة لما أكد عليه السيد الرئيس النهاردة، هو أكد طبعا على أن قوة القوات المسلحة في قدرتها وقوتها نحن لا نستخدمها إلا لصيانة أو الحفاظ على الأمن القومي المصري وتأمين حدودنا. وهناك مبدأ رئيسي الآن وموجود وسيادته أعلنه على الجميع، أن الحدود المصرية والأمن القومي المصري هو مسؤولية كبيرة جدا بتقع عاتقها على القوات المسلحة وكل جهات الاختصاص وأجهزة الدولة بالكامل. وبالتالي نحن نقدم الدعم والعون في جميع الاتجاهات، وخاصة ما تبذله القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة الآن من تقديم دعم وعون لأهالينا وأشقائنا الموجودين في غزة في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي بيعانوا منها. وكان الدور الرئيسي الذي تلعبه مصر وآخر النهاردة يمكن اللقاء الذي تم منذ ساعة أو أقل يعني مع الرئيس الفرنسي ماكرون بيؤكد الجهود المهم المستمرة والهامة جدا التي بتقوم بها القيادة السياسية. إذا السيد الرئيس النهاردة كان بيشوف تفتيش حرب الفرقة جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية، وفي نفس الوقت العمل السياسي الهام وتطبيق المبدأ الرئيسي وهو الحفاظ على الحدود والأمن القومي. أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا التعليق اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.